باقي كونكت بلس سنه اولى يونت 9 الاسئله اللي عليه. يلا يوسف يلا بري اتفضل اقري نمبر 1 كان هاف ولا هير اي هاف. لما نطلب طلب بادب بنقول ايه؟ كان اي هاف. طلب بادب يوسف نقول ايه؟ كان اي هاف. طب حد يرد علينا نقول له حد يعني هو احنا بنطلب طلب بادب المفروض نرد بادب يبقى يس هير يو ار. تفضل يس هير يو ار. طيب عايزه اسال عن الثمن اقول ايه؟ كان ولا ها ولا ذات ماتش؟ كان ولا ها ولا ذات؟ كان ماتش؟ لا ذات ماتش ولا هاو ماتش؟ هاو ماتش. كم الثمن يعني ايه؟ هاو ماتش. طب يلا اللي بعديها رد علينا رد علينا الراجل ذاتس ولا هير ولا هاو فور باونس؟ ذاتس ولا هير ولا هاو فور باونس؟ يعني هذا 4 جنيه نقول ايه؟ ذاتس. نقول ايه بري؟ ذاتس. طيب اقروا يلا. كان اي هاف تو كيو كامبرز. اخر حاجه باونس ولا ماتش ولا بليز؟ باونش. يعني ايه كان اي طلب بادب؟ يبقى لازم اخر حاجه نقول ايه؟ من فضلك. يعني ايه من فضلك؟ بليز. يبقى كان اي هاف بليز. طيب اللي بعديها يس هير يو هير يو هير يو هير يو ايه؟ هير يو ايه يا بري؟ هير يو ار. طيب سؤال الثمن اسمه ايه؟ هاو السؤال الثمن اسمه ايه يا يوسف؟ هاو ايه؟ هاو باونز ولا ماتش ولا بليز؟ هاو باونز قصدي ماتش. السؤال الثمن اسمه ايه؟ هاو ماتش. السؤال الثمن اسمه هاو ماتش. ذاتس 6 يعني هذا يكون 6 باونز ولا ار ولا ماتش؟ باونز 6 جنيه. طيب يلا هنا اقروا كان اي باوند ولا ماتش ولا هاف؟ باوند. يا يوسف باوند ده الجنيه 6 جنيه 7 جنيه 10 جنيه لكن كان اي طلب بادب اسمه ايه؟ كان اي هاف. اسمه ايه؟ قلت انا هاف. انا قلت هاف. كان اي هاف. قول يلا كان اي هاف. يلا السؤالات دي حلوه قوي. بيسالك ايه اللي فاكهه؟ ايه الخضروات؟ بصوا هنا بيقولك ذا كيوكمبر is a الكيوكمبر ده بيكون vegetable ولا fruit ولا bound؟ يعني كيوكمبر لو مين الكيوكمبر؟ الخيار. الخيارة دي vegetables ولا fruit ولا bound؟ vegetables خضروات. دي مش خيارة خالص اصلا. دي خيارات. دي خيارة دي خيار. ده كلب. اللي بعديها the onion ولا carrot ولا جوافة is a fruit؟ مين بقى الفروت؟ طب يلا هنا I have one. one يعني رقم واحد. واحد. يبقى water melon ولا water melons ولا tomatoes؟ water melon. ما فيهاش مين؟ S. عشان رقم 1 عاوز مفرد عاوز حاجة مفرد. طيب I fruits and vegetables. I sell ولا I please ولا I bound؟ انا سيل. الراجل لما كان بيتكلم عن نفسه هنا بيقول ايه؟ اي سيل. انا ببيع الفروت اند فيجيتابلز. كان بيقول ايه في المقوله؟ اي سيل فروتس اند فيجيتابلز. يعني هو بيبيع الفروت ومين؟ الفيجيتابلز. يلا اللي بعديها. يلا قولي عايزه اعدل دي. طب قولي. طيب تمام قولي يلا. كان اي هاف ايه دوت؟ كيو كامبرز. يبقى نكتب هنا كيو كامبرز. انت حافظاها؟ حافظاها. شفتي مش معنانا يعني. طب يلا دي هنقول ايه؟ ذاتس 5. 5 ايه دول؟ جنيه. يعني كلمه جنيه باوند. ونحط ايه كلمه باوند؟ اس عشان دول 5 جمع. يلا هنا اي سيل. انا ببيع. انا مش فاهمه من جمع ومش من جمع. هي 5 5 مش 5 لازم نحط اس؟ بس هي الجمع. انا ببيع فوت. اما اشمعنى دي ملهاش اس؟ الفايف 5. انت مالك مالك من 5؟ هو الدهن. طيب يلا اي سيل. انا ببيع ايه؟ الراجل ده بيبيع ايه؟ فروت اند فيجيتابل. في كلمه ايه هنا ناقصه؟ فروت. مين استهجى فروتس؟ فروت فروتس.
fruits. وهنا نكتب الاس بتاعت الباونس. يلا هنا ايه ده؟ جوافة. مش ما حافظاها يعني برضه. جوافة. طب يلا بصي هنا. Do you like carrots؟ بتحب الكاروتس؟ اي سؤال بدو يو لايك نجاوب بمين؟ نجاوب بمين دو يو؟ نجاوب بمين؟ بدولة دو يعني هل، يبقى يس او نو. طالما سؤال بدون جاوب مين؟ يس او نو، يبقى فينها هنا؟ يس اي دو. بتحب الكاروتس؟ يس اي دو. طيب يلا اقرا هنا. Can I have dates؟ ماشي يا فيري، نظيفة قوي يا فيري. Can I have dates؟ أنا بحبش الشغبات في الدايري. طيب Can I have dates؟ ممكن أخد بلح، أشتري بلح. طلب بأدب، نرد عليه بمين؟ نقول له إيه؟ Here you are، تفضل. حد يقول لك هاتي حاجة، ممكن أخد حاجة ترد عليه تقول له إيه؟ Here you are. يعني إيه Here you are يا يوسف؟ تفضل. يعني إيه Here you are؟ تفضل يا عمو، تتفضل. تفضل. زي ما أنت عايز. طيب يلا قول رقم 3. How many؟ دي ميني دي؟ How much is that؟ يعني how much is كم؟ How much يعني ايه؟ كم الثمن؟ How much يعني ايه؟ يبقى بيسأل عن ثمن. دي ولا دي تسأل عن الثمن؟ يبقى that's 11 pounds. That's 11 مين؟ pounds. البعديها I sell، انا ببيع. ببيع ايه؟ كلمة سل الفروتس and vegetables. أنا ببيع الفروتس and vegetables. Part 2 lesson 3 و 4. Cake. Bread. عيش bread. Candy. لا يوسف candy. Chicken. يعني ايه chicken جايبين في الصورة؟ فرخة. Oil. يعني ايه oil؟ زيت. Water. Water مية. و lunch. غدا. فريندز اصدقاء. بنقولهم تاني. كيك. قول يا يوسف. كيك. كيك. بريد. كاندي. دي. تشيكن. اويل. ووتر. ووتر. لانش. لانش. فريندز اصدقاء. نقعد هناخد حاجة اسمها هيلسي وان هيلسي. يعني ايه هيلسي؟ هيلسي يعني هيلسي فود، طعام صحي. ان هيلسي فود، طعام غير صحي. unhealthy. الهيلثي الصحي زي كاروتس، الجزر، زي بريد عيش، زي chicken water melon ومانجو اويل. healthy food. الunhealthy food زي ايه؟ كيك، اويل، كاندي، وبوتيتوس. كيك واويل وكانديز، كاندي وبوتيتوس. طيب تعال نسأل سؤال. ايه الطعام الصحي اللي انت بتحبه؟ اسمه what healthy food do you like؟ نقول ايه السؤال؟ What healthy food do you like؟ What healthy food do you like؟ ايه الطعام الصحي اللي بتحبه؟ الرد عليه بنقول ايه؟ I like، انا بحب كذا. طيب my fruit، طعام الصحي. My favorite fruits، my favorite vegetables are، يعني الطعام الخضار المفضل لدي او الفاكهة المفضلة لدي. ليه حطينا are هنا؟ عشان فيجيتابلز وفروتس مالهم جمع، والجمع بياخد ار. طيب تعال نشوف الجزرايه دي بتقول ايه. اي لايك كاروتس، انا بحب الجزر. الولد ده بيحب الجزر. طب البنوته دي بتقول ماي فيفوريت فروت از ابلز، انا الطعام المفضل لدي الراجل المفضل لدي بيحب ايه؟ الفاكهه المفضله لديها ايه؟ ايه الفاكهه المفضله لديها؟ فاكهة مفضلة. أبل. يبقى ماي. قاعدين مع بعض فيها. بص المحادثة دي، بص المحادثة دي للبنوتة بتقول إيه؟ Do you like watermelons؟ بتحبوا البطيخ؟ ردوا قال إيه؟ Yes I do. أيوه بحبه. Do you like pineapples؟ بتحبوا الأناناس؟ No. I don't. أنا بحبه الحمد لله وبموت فيه. طيب نيجي نطلبه بقى. Can I have three apples؟ ممكن ناخد ثلاث تفاحات من فضلك. Yes, here you are. طلب بأدب، نرد عليه نقول له إيه؟ Yes, here you are. هلا قول لهم باي باي. باي باي.